الفيلم الأول وأكثر عمل منتظر بعنوان مون فول، الفيلم من كتابة رولاند وبطولة هالي بيري، باتريك كولسون وجون برادلي، قادم بتاريخ 4 فبراير 2022. And now, it's too late to stop. الفيلم الثاني كذلك فيلم الأكشن والتشويق بعنوان أنشارتد والمقتبس من لعبة الفيديو العالمية أنشارتد، الفيلم من بطولة توم هولاند ومارك وولبرغ، قادم بتاريخ 18 فبراير 2022. العنوان الأخير من قائمة الأفلام فيلم تكساس تشانسو ماسيكا، فيلم الرعب والجريمة المقتبس من سلسلة مجرة مسار تكساس اللي صدر عام 2003، الفيلم قادم بتاريخ 18 فبراير 2022. First page in the playbook. Except I don't remember the chapter on the kidnap of your only child. من الأفلام إلى المسلسلات مع الموسم الأول من مسلسل Suspicion قادم من منصة أبل تي في بلس بتاريخ 4 فبراير 2022. العنوان الثاني مع الموسم الثاني من مسلسل Raised by Wolves، مسلسل الفانتازيا والخيال العلمي وواحد من أفضل الأعمال التلفزيونية اللي بدأ عرضها بداية هذا العام، قادم بتاريخ 3 فبراير 2022. She's holding them captive. He needs to be with other humans. I thought we were in sync, father. We've increasingly taken to impulses. العنوان الثالث مسلسل ريتشر، قادم من منصة أمازون برايم بتاريخ 4 فبراير 2022. العنوان الأخير مسلسل فايكينغ فالهالا المشتق من سلسلة فايكينغز، قادم من منصة نتفليكس بتاريخ 25 فبراير 2022.